ليش النفط العراقي ما مرغوب؟ العالم كله قاعد ركبه ونص حتى ياخذ النفط العراقي. انا ليش احتاج اسوق بضاعه هي ماشيه بالسوق؟ نعم، بضاعه ماشيه في السوق، وهنالك اكو شغلات ما يعرفها المواطن البسيط، انه النفط سوق النفط تتحكم به عوامل عديده، وكل هاي العوامل اللي تتحكم سوق النفط هي مو داخليه، خارجيه. يعني مثلا خزينة الاستراتيجي الامريكي، يعني امريكا مثلا هي المنتج الاول طبعا بانتاج النفط في العالم، ولكن كل انتاجها ما يكفيها كاستهلاك، لان تعرفون البلد الصناعي الاول بالعالم، فتستهلك كل ما تنتجه وتستورد بقده. زين. اي فهذا عندهم خزين استراتيجي لمده مثلا 6 اشهر. هذا الخزين الاستراتيجي من يقولون انه اكتفينا بالخزين الاستراتيجي، يعني معناها احنا ما راح نطلب نفط، راسا يهبط سعر برميل النفط في السوق العالميه.